حاليا الحركة بتحاول تعمل مؤتمر صحفي في ذكرى الانطلاقة الثامنة. أكتر من مكان حاولنا نكون موجودين فيه سواء نقابات أو أماكن ينفع فيها يكون فيها المؤتمر، ولكن كان بيتدخل الأمن بأن هو يهدد الأماكن دي بأن هو تمنع المؤتمر بتاع الحركة. المؤتمر بتاع الحركة هو مجرد مؤتمر لعرض الأفكار الجديدة والرؤية الجديدة للحركة. في رؤية جديدة تم الإعداد ليها من بدءا من أول 2014، رؤية جديدة وشكل جديد ورسالة جديدة للحركة على مدار خط خمسية من 2015 حتى 2020. مجرد محاربة الأفكار اللي بتتم من طريق الأمن لمجرد بس عرض مؤتمر للحركة في عرض أفكارها الجديدة ورؤيتها الجديدة، هو استمرار لنهج التضييق الأمني ومحاربة حريات وحتى الأفكار اللي بتتم مش مجرد كظاهر فقط، لكن تخوف من مجرد مجموعة من الشباب عاوزين يعرضوا أفكار جديدة اللي هي هتمس البلد فيكون ليها معنى.